لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أوفوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كفى نسأل الدار التي خف أهلها. الصوم والصلوات مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مغفر العرصات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وقبر ببا خمرا لدى الغربات، ببغداد لنفس ذكية تضمنها الرحمن بالغرفات، وأما المنظات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفات، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسا فيها بشط غراتي، تف رطاشا بالفرات. فليتني توفيت فيهم قبل وفاتي إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم. سقتني بكأس الذل والغصصات، على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة. لا حد يا زهرة فرق
حكي ولادي دايم على اولادك مجرح بفادك شربك عليهم مدمعك والنوح زادك ما حد قضى منهم يا زهر موت عينك وتفرقوا عني شو صار الشمل تبديد واحد من جعيده قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عندك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين وين نادت بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون والذي بالبرهام وللوطن ما يرجعون والقضوا بالسم غيلة يا خرج ما ينحصون والذي ذبحوا تضيل اجسادهم فوق التراب بعض عندي بالمدينة وبعض هاموا بالبرود وبعض حصل لهم اموال وبعض ما حصلوا قبور كم جسد متطفى عاري وراسه مخط يدور وكم ولد مذبوح يم حسين دامي وكم شباب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين عن إمامنا وسيدنا الصادق سلام الله عليه قوله إن لله حرما وهو مكة وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله حرما وهو المدينة وإن لجدي أمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة وإن لنا حرما وهو قم تدفن فيه من سلالة رسول الله امرأة تشفع لشيعتها فتدخلهم جميعا الجنة اللهم اجعلنا من شيعتهم ومن محبيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلنا يعلم أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن قال من قال وإن قدم من قدم فإثباتنا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما أثر عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام والإنسان عبد للنص يعني إذا جاء النص من القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وإذا جاء في النص في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إحنا نروح إلى أولي الأمر من لا عهد له بدين ولا عقيدة يدأب على المعصية شرب الخمر والزنا والسرقة والحرام وقتل النفس المحترمة ونقول هذا ولي أمر هذا ما يصير لا يقبله عقل ولا يقبله منطق ولا دين ووالي أناسا قولهم وفعالهم روى جدنا عن جبريل عن الباري فتمسكنا بالعترة
ونعلم أن التمسك بهم هو النجاة لعصمتهم ولبعدهم عن المعاصي. والعصمة قسمان: عصمة مكتسبة وعصمة فعلية أصلية إلهية. فنأتي إلى عصمة الأنبياء وبعدهم الأئمة، وهذا ما لا اختلاف عندنا فيه. ما نقول أن مثل غيرنا الإمام مو معصوم. ليش مو معصوم؟ اليوم تحصل إنسان عادي عاش حياته، عصم نفسه عن الحرام، عصم نفسه عن المعاصي، فكيف بمن اختصه الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم على العالمين. لما نقول احنا آل عمران وآل إبراهيم، منو آل عمران ومنو آل إبراهيم؟ أوليس آل رسول الله صلى الله عليه وآله آل إبراهيم وأمهم إبراهيم؟ ألم يصطفهم الله سبحانه وتعالى؟ فها نحن نقتدي به. العصمة الثانية هي المكتسبة. تلاحظ من أهل البيت من ليس بمعصوم، مو إمام، ونرى منهم شخصيات لمعت ووصلت إلى حال عصمة الإمام المعصوم، والأدلة كثيرة. زينب صلوات الله وسلامه عليها ليست بمعصومة، يخاطبها الإمام زين العابدين: أنت يا عم عالمة غير معلمة، عليك السلام سيدي، وفهمة غير مفهمة. هذا استشهد، يعني ماذا تستشف من عالمة غير معلمة؟ شهادة المعصوم تلغي جميع الشهادات. عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. زين، الأمر الآخر في الشخصية الثانية: العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام. العباس مو معصوم. لهذا تلاحظ احنا ذكر الله وإياكم السيارة، شوف العراقيين يقولون الإمام العباس. الإمام العباس نعم هو إمام، لكن ليس بمعصوم، فعصمته مكتسبة. عاش في بيت الوحي، تربى في بيت الوحي، أخته زينب وأخويه الحسن والحسين وأبوه أمير المؤمنين. هذا شي تريده يطلع؟ ها؟ تربية؟ ما فتح عينه على المبادئ السامية، على الأخلاق، على المنطق السليم، على البعد عن الكذب والافتراء، على العبادة. بعد هذا شو تريد من عنده؟ ويأتي الإمام الصادق بشهادته: رحم الله عمنا العباس، فقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة وصلابة الإيمان ونفوذ البصيرة لا تكون إلا في الإمام المعصوم وغير لا. لكن شهد الإمام المعصوم بهذه الشهادة للعباس عليه السلام. زين، هذول بنقول أولاد أئمة. أم البنين، أم البنين من حي من الأحياء كباقي النساء، لو ما تزوجها أمير المؤمنين لا لها ذكر ولا تنعرف أبدا أبدا. شريفة شريفة، عفيفة عفيفة، موالية موالية، لكن زادت شرفا وزادت ولاء وزادت إيمانا وزادت عفة بدخولها إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام. وشوف ما شاء الله،
اللي بالله عليك هذا الإمام الصادق عليه السلام يوصي يوصي إذا راق بك أمر صل ركعتين واهدها لروح أم البنين. من هي أم البنين؟ أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية من بني كلاب حاملة بن صعصعة، ما هي بنت علي بن أبي طالب ولا أخت الحسن والحسين ولا بنت رسول الله، ولكنها إلى يومك هذا الإنسان المؤمن حتى لو ما عند دينار فقير مملك لكن لديه إيمانه لديه دعاؤه إذا دعا الله سبحانه وتعالى استجاب إليه، فيكون أفضل من هذا صاحب الحسب والنسب والمال. أم البنين بعد المعصومة، احنا نقول المعصومة تكلمنا في العصمة، هذه شخصية من شخصيات أهل البيت، يعني عصمتها مكتسبة ليست بمعصومة كعصمة فاطمة الزهراء، فاطمة المعصومة البتول العذراء الأنسية المحدثة العالمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، لا، لكن عصمتها لأنها ابنة إمام، مواقفها وصايا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بها وصوا فيها وما قصروا، يعني هذه المعصومة الامرأة الفاضلة العفيفة النجيبة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة الإمام الكاظم، هذه خليصة الإمام الرضا عليه السلام، حبيبة الإمام الرضا عليه السلام. وانظر إلى حديث الإمام الصادق كشهادة: إن لله حرما وهو مكة المكرمة، حرم الله، وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهو المدينة المنورة رزقنا الله وإياكم يوصل، وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة. شوف أنت تقرأ في مفاتيح الجنان، شوف المساجد، مسجد الكوفة وفضل الصلاة في مسجد الكوفة وفضل الاعتكاف في مسجد الكوفة، هذا حرام. وعرف بأنه حرم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد قال: وإن لنا حرم وهو قم، فيه امرأة تدفن فيه، دفنت فيه امرأة تشفع لجميع شيعتها، يدخل في شفاعتها جميع الشيعة، هذه الرواية موجودة. لا هي إمام معصوم ولا معصومة، ولكنها عصمتها وصلت إلى درجة من العلم والإخلاص لله والعبادة، وكما كانت فاطمة سلام الله عليها هي عابدة آل محمد، وكما كانت زينب هي عابدة آل علي، هذه أيضا عابدة آل محمد تقوم الليل. وورد في ذكرها صلوات الله وسلامه عليها أن فاطمة المعصومة ولدت في حياة أبيها، بعضهم روى أنها ولدت ومات أبوها وهي حمل في بطن أمها، بعضهم قال لا، 6 سنوات عمرها توفي الإمام الكاظم عليه السلام، وكان أبوها وكان أخوها الإمام الرضا عليه السلام تقلد مقاليد الإمامة والزعامة، وكان لديه علاقة، كانت علاقة وثيقة بينه وبين هذه الفتاة،
فاطمة المعصومة من المحبة، من الإخاء، من الحب، من الولاء. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفترق الظلم والجور. لعن الله الظلم وأعوان الظلم، ما قصروا، شتتوهم، شردوهم، أبعدوهم عن بعضهم البعض. فالإمام الرضا أشخص من المدينة إلى خراسان، إلى فارس، وكانت لا تعلم عنه شيء، فتنقص عيشها. ما تأكل، ما تشرب، تفكر في الإمام، ولديها أعباء. أنت تعرف كان أهل المدينة ومن كان خارج المدينة يأتون بمسائلهم فيبحثون عن الإمام. الإمام ما موجود، وبيت الإمام مفتوح مقصد، وضيف الإمام ما أغلق، يعني بعد وفاة الإمام الكاظم وبعد رحيل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، ما يقولون صاحب الدار ما موجود، لا، العطايا والمضافة مفتوحة. يأتي الزائر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقفل في مضيف الإمام الكاظم عليه السلام. وكانت تلاحظ المضافة ويدخل عليها من يدخل بالمسائل، يجيبون لها المسائل فتجيب عنها، مسألة مو مسألة ملاحظة مضاف أو مضيف يدخل الناس إليه ويقيلون عندها ثم يخرجون، لا، يأخذون منها معالم دينهم. في أصول القرآن، في سنة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، الفقه يعني أمور دينهم ودنياهم، صلاتهم وصيامهم وعبادتهم وحجهم وأعمالهم ومعاملاتهم. من الذي تصدى؟ التي تصدت هي فاطمة المعصومة، حتى أنه جاء جمع إلى الشيعة إلى المدينة وأخذوا يبحثون عن الإمام، فوصلوا وضرب سترا بينها وبينهم، قالت جئتم بمسائلكم ومسائلكم كذا وكذا وكذا وكذا، وأجوبتها كذا وكذا وكذا وكذا، يعني المسائل اللي اجوا بها ما يحتاج يعطونها الكتاب، قالت تسألون عن هذه المسألة وجوابها كذا. تالي صاروا إلى خراسان ودخلوا على الإمام الرضا، قالوا جئنا من المدينة ودخلنا داركم وضرب بيننا وبينكم سترا وبين امرأة سترا، فأجابتنا عن مسائلنا وعلمتنا عنها، يعني علمتنا المسألة وجوابها. فقام قائما على قدميه وقال فداها أبي وأمي، فداها أبي وأمي، فداها أبي وأمي. يعني هذه كلمة عظيمة، يقول أفديها بأبوي وأمي وروحي، هذه حبيبتي، هذه أختي. وبعد الرحيل واحد يقول 3 سنوات، واحد يقول بس سنة واحدة، الرواية الثانية تقول سنة واحدة، سنة واحدة. فاشتاقت إليه
وصاروا شنو يضايقون أهل البيت. هذا ترى ظالم فاجر، ما يهم هذه امرأة، لو سجنها لو ضربها لو آداها ها لو نكل بيها، لأن هذا ما عنده دين ولا عنده عقيدة ولا عنده إيمان وليس لديه ثقة بالله سبحانه وتعالى ولا طرفة عين. هذه بنت رسول الله آذوها فضاقت بها الدنيا هم وغم وفراق الحبيب الإمام الرضا، فعزمت على الرحيل وجاه الكتاب كتب كتابا لها يسأل عن أخبارها، يسأل عن أخبارها ويسأل عنها ويسأل عن حالها، وين راحت وش عندها ما حالها في المدينة. قالت هذا الكتاب ليس إلا دعوة حتى أروح إلى خراسان وأنظر إلى أخي، وبعد خلاص عزمت على الرحيل. فجمعت جواريها وعبيدها وهيئت الضعينة وراحت تجد السير ضعينة عليها أعلام، ضعينة شرف ضعينة عز. فكانت كلما مرت ببلدة تعلقوا بقافلتها، لازم يا بنت رسول الله لو يوم واحد تجلسين تباركين. يقولون مرة ببلدة نواصب فطلبوا الماء فمنعوهم الماء إلى أن صارت معركة فقتلوا رجالها. هذه الرواية المذكورة صاروا في حصن تالي، الرجال قتلوا قبل ما توصل إلى وين؟ توصل إلى خراسان. طلبوا الماء فمنعوهم الماء، وتالي واحد تصد من القوم وسقاهم الماء فقتلوا. لما هذول من أشرف الناس، ذول كرماء ناك كرماء قوم فقتلوه. ليش أنت تعينهم؟ لأن مو من اليوم النواصب والدواعش يقول لا، من ذاك الوقت يبغضون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا حد له ولا نهاية. ثم بعد هذا أمروا بفتح الحصن، فخرجت الضعينة ما وياها إلا نساء، فجدوا السير وكان حادي لديهم استأجروه، فوصلوا إلى مدينة ساوى قبل 10 فراسخ من خراسان. مدينة ساوى فيها شيعة لأهل البيت، وكان زعيمهم رجل يسمى موسى بن خزرج. موسى بن خزرج رجل عظيم زعيم الشيعة، وهذا وكيل الإمام الرضا عليه السلام على الشيعة في المدينة هذه ساوى والمدن المجاورة إليها. وما كانت هي في البر، هذا الموضع الذي دفنت فيه، هذا المكان الذي الإمام عليه السلام حدده وعرفه بأن هذا الموضع تدفن فيه هذه البضعة. فعلم موسى بن خزرج، سألوا طلعوا رجال اللي حول المدينة يحمونها، قالوا لمن الضعينة؟ لأن إذا بلاد لازم محددة وعندها حراس، وأي ضعينة تدخل لازم سؤال لمن الضعينة. قال لهم الحادي هذه ضعينة
فاطمة المعصومة بنت الإمام الرضا. قال نوخ خر لحال، انتظروا هنا شوية، نوخ خر لحال، لكن هي حاسة بمرض تعب وألم ومشقة، مريضة طول الطريق وما لاقته من العناء، انتحل جسدها واصفر لونها. اجوا الحراس الى موسى بن خزرج قالوا له شرف الدنيا والاخره حل عليك يا موسى. قال ما هذا؟ قالوا فاطمه المعصومه حلت ديارنا، اجت الينا وها هي الرعينه خارج المدينه. قالوا ما خليتوها تدخل؟ قالوا جئنا نستاذنك. فقام وخرج مستقبلا للضعينة مع نساء ورجال، وجاء وأفرد لها مكانا في داره هي ومن معها. ولكنها يوم بعد يوم تزداد بها العلة. بعضهم يقول أن دخلت فرأت أعلام السود منشورة، هذه الرواية موجودة، لكن الرواية الأصح أنها ماتت قبل أخيها الرضا، ومن واراها هو الإمام الرضا، هذه الرواية المؤكدة. لكن إحنا عندنا الرواية العامة اللي يقروها أنه سبب موت المعصومة أقبلت فرأت أعلام السود منشورة. هي ماتت في قم والإمام في خراسان. إحنا الآن نفرق كم بين قم وبين خراسان، وهي مدفونة في قم. شلون تشوف الأعلام المنشورة في خراسان؟ يصير. ولكن الرواية تقول أنها اعتلت مريضة خلاص، فجاء موسى بالأطباء من كل بلاد، طبيبات أطباء ينعتون لها دويات، كل واحد يقول هذا دواء وهذا دواء وهذا كذا وهذا عشق وهذا ما، لكن ازدادت بها العلة. فأوصت الجواري بما أوصت هون، وحزن عليها حزنا عظيما، ثقل حالها بأبي وأمي، درن حولها يبكين بكاء عظيما، كل تنادي وسيدتا. اجوا الأطباء اللي جابوهم والنساء، قالوا يا موسى ترى هذه المرأة لا علاج لها، هذه رايحة خلاص مفارقة. فاغتم غما شديدا، إما سيدتنا سلام الله عليها لما وصلت المنية وأوصت بوصيتها بوصيتها وأوصت أن تسلم للإمام الرضا، احتضرت إلى الموت، أخذت تقرأ آيات من القرآن، قرأت سورة ياسين حتى ختمتها وعرق جبينها وسكن أنينها، مدت يديها ورجليها وخفي صوتها وأطبقت فاها وفارقت روحها الدنيا. ضجنا النساء كلهم تنادي ومصيبتا، وصل الخبر إلى ذلك الرجل، قام قائما على قدمه ينحب وينادي ومصيبتا. ارتفعت الضجة في المكان، كل ينادي وحزنا عليك يا بنت
جهلها أخذنا النساء إلى مغتسلها غسلناها وكفنها ووضعناها في السرير وأمرنا بأن تحمل تلك الجنازة فحملت وتقدم موسى وصلى عليها وجاءوا بها إلى ملحودتها بينما هم وقوف وإذا برجلين قد ضيقا اللثام ما تكلما مع أحد واحد وقف على شفير القار والآخر نزل لأن يلحدون لحد يسوون ونزل بس بالإشارة وكأن موسى هذا رجل مالي أهل البيت ما قال لي ليش نازل وإحنا لا كأنما جاءه عيل قال هذا قريب إلى المعصومة نزل في الملعودة ومد يده وأخذ عصاه على شفير القبر وحملها بأبي وأمي وألحدها وأشرج عليها الليل وأهال التراب واجتمعوا المؤمنين يهيلون التراب لكن يشوفون ينحب ولما أهال التراب وصب الماء على القبر غادر المكان بأي كلام يسألون من هذا قالوا هذا الإمام الرضا قد أقبل إلى أخته ودفنها وعاد إلى خراسان ارتفعت الضجة من شيعتها ومحبيها يبكون ويموحون وكل ينادي وسيدتا وشيعت بأحسن تشريع ولكن الذي بقي على بغاء كربلاء بلا غسل ولا كفن إلا حوافر الأعوجية تقلبه السلام على من غسله دمه وشيبه قطنه والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه
جبرا إلى موتنا وموتكم وموت المؤسس ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة تقدمها الصلوات.